دستي جوية عبالكم كان جو الصوالح ما يخلصوا من الدنيا الشماطة ودقيوج الانتقام اليوم يا جدك دقيوج اسكت الانتقام يا خويا يا خويا هيا بنامي يخرج شلاوي لعبوا لي هك تكذب اليوم هذه ثورة على نظام مستبد نظام متسلط من 62 وعجب الدوران تاعو تاع الفساد قاعده تدور عجب استعباده للشعب وسلبي لقرار الشعب كانت تدور حاولنا على الاقل اليوم تاع 22 فبراير عندما استطاع الشعب ان يستعيد الفضاءات العامة استطاع ان يستعيد عن طريق ما يعرف الاعلام الموازي وسائل التواصل الاجتماعي لانه الاعلام احنا شفناه بلي ما يغطيش وانتقائي جدا 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 وخان الامانة هذه أمانة نقل الكلمة سمحيني ما درتهاش بالعاني سمحيني قبلت استقلع طولي فات كل شيء يا حبيبة قولي جوتام يا حبيبة قولي جوتام مقررين ولكن من أهم القضايا اللي قدرنا نتناولوها في الورشات وبكل حرية وبسقف عالي جدا من النقاش والاحترافية والموضوعية هو قضية مرتبطة جدا بفكرة الحق والحرية كمفهوم أنه الحق والحرية لازم يتركز قبل ما تكون عنده أداة قانونية تفرضه أو تكون ضابطة أنه تكون أداة لحمايته وليس لضبط المجتمع الحق والحرية القانون يوجد لحمايته لأنه كما قلنا هو يكرس في الدرجة الأولى قبل كيان السلطة وقبل الوسائل الرقابية على السلطة التي تنشأ لحماية هذا الحق والحرية والسلطة دورها توفير لأنه هذا مش أمور الرفاهيات هي من الضروريات للإنسان للمجتمع البشري المجتمع الجزائري أنه يتطور أنه يتم صيانة الحق والحرية وتنمية الشعور هذا لدى كل مواطن جزائري هذا هو اللي راح يسمح للمواطن الجزائري انه افاقه تتفتح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقدروا انه الامه نتاعنا تزدهر كما نرجو جميعا الدوله واعره يا خويا يا خويا شلاغ ما طوال يا خويا يا خويا ما نعرف نرجعوا للقراءه السياسيه كما قلنا كانت بزاف من النخب كانوا يهضروا على جوستاف لوبون وسيكولوجيا الجماهير ويحقروا في الشارع ويقولوا الحراك غبي نجاوبوا السيد اللي قال الحراك غبي الحراك قعد يغني وما تغيرش الموقف نتاعو رغم جميع التسريبات والتلاعبات وقعد يقول المسرحيه راهي باينه طلعت بون المراديه وخرج هو اذكى من الناس كامل الحراك وفهم اللعبه من النهار الاولاني وكان على باله بلي شكون راح يجيبوه وش راح يديروا بغض النظر اليوم حنا المعطى السياسي بالنسبه للحراك جماعه الناتو سيتدخل هم درك يسكتوا علينا تنينا منهم الناتو صفه بخيبه امل كبيره اليوم والقوات تتقهقر القوات تتقهقر يعني قضيه معتقلي الراي والحراك والتي اخذت فيها كثير من الانطباعات الخاطئه منها والصحيحه الخاطئه منها انه نوجه نقد احنا خلينا نكون لاذع هذا الشيء انه كاين البعض يقدر يكون متطرف في المتاجرة بهذه القضية انه ما يكونش عاقل انه يهمه انه يسير فوق جثث الناس انه يحاول بدل انه يحل القضية تاع الانسان هذا ويحل الخطأ لانه قضية انك تتجاوز في حق واحد كما نقوله معتقل رأي وتحجر على رأيه انك تتجاوز أمر مش مرتبط به كشخص لما تحلو بل أنك تحفظ الرأي للجميع لا هو يفضل كاين نوع من الناس يفضل أنه يجعل من صاحب الرأي هذا قديسا أو شهيدا أو مظلوما أو منكوبا بمجرد أنه يستخدمها كورقة أو كوسيلة فأنا مركز أنه الأمر هذا لازم إحنا ما نفقدوش إنسانيتنا في هذا النوع من القضايا ضرورية وجود القانون لا بد منه لتسيير الأمور في المجتمع البشري هذا مفروغ منه هل القانون شيء مثالي مثل ما يتصوروا الناس القانون يمشي بالمسطرة هل القانون علوم دقيقة القانون شيء نجتهد فيه ويتطور بالممارسة البشرية
يتطور ويتعرض للمعالجة والنقد باستمرار. ولدي عبلة ما تقولش حبام بلي راني شطحت على الكاش. وما نديروش التعويم والتعميم. اكثر من 600 معتقل سلميين كلهم وما فيهمش واحد فقط ولا واحده من منطقه القبائل. هذا يوم الانتخاب، يوم الديمقراطيه. واش تعقل تعليق؟ فالموضوع هذا مهم بالنسبه لنا احنا. احنا راح ندافع على معتقلي الراي ومعتقلي الحراك، لانه الهدف نتاع الحراك اثبت خلال 10 اشهر، وكان امس من بين المنعرجات الكبيره تاع الحراك هو تمرير هذا اليوم الانتخابي بالنسبه لهم. فكان حنا شفنا الحراك كيفاش تعامل بكل مسؤوليه بكل جديه، ما كانش المثاليه اللي يطلبوا المثاليه ما يطلبوهاش من عندنا احنا. وقلت لهم واحد النهار مهما راح يقارنوا الحراك، احنا يشرفنا انه الحراك يقارنوه بالسويسريين وبالالمانيين وما يقارنوش بالسكتمبريين. خلي خاوتنا يغيظهم الحال ويقول لك علاش شخص ودير نقول سكتمبريين، لانه باش نقربوا الفكره للناس. لا، كاين نماذج تصفق للفساد وتصفق للنظام الاستبداد. هذا ما راحش نقول لهم والله غير صحيط ويعطيكم الصحه ورانا مختلفين معكم في الراي. واش خاش بيا انا تمشي ما نحبوش؟ انا نحب الكلمه تاع الجلاله الى لا فلا باكش في الوسط اللي بعيدك. انا نشوف بلي هذا هو التركيز اللي لازم نركزوا عليه، ويكون اولوياتنا انه كيفاش نحققوا المكتسبات، واش هي الخطوات السليمه اللي لازم نديروها باش في كل مره نحققوا المكتسبات. كثير من الناس انا سمعتهم يتحدثوا، انا نهضر مره اخرى بصفتي كقانوني، يهضروا على مشروع مسود الدستور وما جاء فيه وما، ويحاولوا يقيموه بين الرفض بين القبول بين الطريقه اللي جا بها، هل كاين طريقه اخرى ولا الطريقه هذه. هذا كلام يطول، يعني شرحه وتناوله من جميع ابعاده، الظروف السياسيه الداخليه والخارجيه وغيرها في اطار الامكانيات اللي راهي موجوده لدينا. لكن الشيء الوحيد اللي نقدر نقولوه اننا قاعدين نديو خطوات للامام، خطوه للامام احسن من 100 خطوه للوراء. هذا هو رايي. ولما نحددوا اهدافنا وتكون خارطه الطريق نتاعنا واضحه، قال تتطلب 1000 خطوه، خلاص درنا خطوه. لازم نبقاو دائما مفتوحين للكلام على بعضنا البعض، ثقتنا في بعضنا البعض، انه كيف نكمل هذه 900 خطوه. وكجي اسباب ولا تسبيبات نتاعنا، هو دستور منحه يعني، كما تحدثنا احنا وقلنا بلي راهو دستور لسير ازمه سياسيه شدها النظام وفقط، هذا ما هذا اللي تم انشاؤه. فتم يعني تلقى الناس اللي ساغت ولا المجموعه نتاع القانونيين اللي ساغت كما قلت انت في اطار تكليف قام بها رئيس الجمهورية بتكليفهم عن طريقها، حطوا لهم أسس أنه أنت ما لازم تمركز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، لأنك أصلاً راك في وقت أزمة، باش النظام يتجاوز الأزمة السياسية نتاعو، يروح لحالة أكثر أريحية بعد عهدة ولا عهدتين، وأنت عاود تستقر الأمور للنظام السياسي في الجزائر. فالانطلاقة أنه ما كانتش لحل ولا مشروع ولا دستور نهضة يساهم في ترقية الحياة السياسية في الجزائر بحيث يسمح تطور اقتصادي وغيره، فحتى يشوفوا الناس مظاهر بتاع توازن السلطات والفصل بين السلطات وسلطة تشريعية تعمل بشكل فعال وتقوم بأدوارها المطلوبة منها اللي هي التشريع والرقابة خاصة، وفي المقابل أيضا نفس الشيء سلطة قضائية اللي سموها رغم أنهم بدلوا التسميات كما سموا السلطة القضائية، استخدموا لفظ العدالة الفصل الخاص فيها في الدستور، بدلوا مصطلح السلطة القضائية يعني سلطة تنفيذية سلطة تشريعية، وسلطة قضائية بدلوها بالعدالة، ونفس الشيء بدلوا المجلس الدستوري وسموه محكمة دستورية. لكن تغيير التسميات هذو ما يغيرش الشكل العام اللي كما أسلفت أنت، يؤدي مباشرة من أي قراءة أولى لأي إنسان مش قانوني، إنسان مثقف بعض الشيء عنده نوع من الثقافة القانونية، يدرك باللي نظام رئاسي تجاوز الرئاسي يعني رئاسوي، لانه طبعا النظام الرئاسي مش ملكي، هذه مصطلح، لانه كما قلنا الدستور اللي تم وضعه بطريقه دساتير المنحه التي تمنح في الانظمه الملكيه يعني. والله انا نمنح حق التظاهر كما اسلفنا في قضيه الحقوق والحريات في الابواب السابقه يعني اللي تسبق الابواب اللي تحدث عن السلطه،
فبالنسبه لسلطه رئيس الجمهوريه هي فهمتني استكثر خيرك بالله ما كنتش عارفين يا جماعه باللي هذه كيسمعوا بها الاجناس في الخارج والجورناليز يجوا يصورونا ويتحدثوا معايا فهمتني ربما يحطوا لي الصوره تاعي في الصحف سمعتني يا تما خلوف البومباردي فهمتني راه طلع فهمتني نايب نتاع لا 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 وش يسموها هذيك باش يكون رئيس دائره وربما اكثر ايضا لكي لا اطيل تم تناول ما جاء في مسوده الدستور او مشروع الدستور الذي هو او قانون الدستور بصيغه اصح الذي هو الاستاذ تبسم هنيت معنا الاستاذ القانون الدستوري باش نكونوا دقيقين هو قانون الدستور الذي طرح للاستفتاء حاليا تناولنا الجانب هذا تناولنا كثير من النقاط التي وردت فيه النقلة النوعية التي تمت عن طريق انتقالنا من فكرة المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية في تطوير أمور الرقابة مثل ما تحدثنا على أهم هاجسين يأرقوا المواطن الجزائري هما الاستبداد والفساد فالاستبداد سمح أنه يكون عندنا تمديد لعهدات وانتخاب ناس وتنصيبهم مثل الرئيس المخلوع من 2013 إلى 2019 في غياب تطبيق فعلي للنص رغم أن المؤسسة موجودة والنص موجود المدنية واثنين كانت أمامنا في وجوهنا بالتعديل تاع 2016 كانت مدة 88 كانت موجودة أمامنا والمؤسسة كانت موجودة اللي هي المجلس الدستوري ولكن ما قدرناش نتحركوا ونفعلوا الأمر فالانتقال نحو فكرة المحكمة الدستورية أمر إيجابي ومن المهم أن يثمن وأن يتم عليه الإضافات لأنه الإضافات كتشتم في القانون العضوي فيما يسمح به القانون العضوي وهذا لازم يعني الجانب مهم للاهتمام نفس الشيء بالنسبة لقضية الحقوق والحريات يعني بما أنه تحدثنا عليها ولكن أنا تحدثت عن المحكمة الدستورية لأنها الضامن لحماية الحريات والحقوق يعني من أهم أدوات الضمان أنك تمد للمواطن الحق في الدفع بعدم الدستورية أنك تمد لمنتخبيه الحق في الإخطار وأنهم يتحركوا للدفع بعدم الدستورية أي قانون يقدر يقمع الحرية والحق وتحدثنا أيضا عن المكتسبات منها حق التظاهر يعني بالتصريح وحق الاجتماع وإنشاء الجمعيات هي أمور اكتسبناها لما قمنا بحركة قمنا بحركة لما كنا على الميدان وخرجنا شوية من الجانب نتاع الكلام من أجل الكلام النقد من أجل النقد المعارضة من أجل المعارضة يا شعب لقد قمنا بال إسرائيل احنا قمنا بيها لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم ولم نتعاطى مع ما تدريد ولا كده فتغير من الميد خرجنا الميدان وخرجنا شوية من الجانب نتاع الكلام من أجل الكلام النقد من أجل النقد المعارضة من أجل المعارضة يا شعب لقد قمنا بال إسرائيل احنا قمنا بيها لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم ولم نتعاطى مع ما تدريد ولا كده ما تغير من الليل